عند وضع السي دي الخاص بجي اي بعد نسخه، مجرد الضغط على السواقة يفتح السي دي بهالشكل. اعطي الله، نختار الاسم، بعد هيك بتطلع عنا الصورة، فينا نعطيها ننتقل من صورة لصورة هيك اذا كان في عنا صور ثابتة او متحركة. لهون لاحظوا صور كلها ثابتة، هيك كلها صور ثابتة. هون هذا فيديو، فبنلاحظ انه صورة متحركة بتطلع عنا بشكل واضح. ناخذها فول فوليوم، فينا اسكيب نطلع، فينا نسيفها اذا بدنا نسيف الفيديو بمكان ما، فينا ناخذ قياسات معينة، فينا اذا نطلع اوتلوك، فينا نشتغل على البرايتنس نوعا ما تبعه، نزوده او نقصه، القمة نرجع على الديفولت، فينا ناخذ جري ماب. هاي بالنسبة للخيارات، فينا نعمل فوتو سكرين مثل ما شفنا. هاي الخيارات الموجودة عنا على الجهاز، فينا ننتقل بين الصور كلها ونشوفها بالتفصيل. بعد ما نخلص منهم فينا نسكره ونكون خلاص خرجنا من الجهاز من الصورة.